الحياء من الله خلق يقوم في قلب العبد يستدعي فيه أمورا عديدة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أن تحفظ الرأس وما وعى. فالرأس عباد الله فيه السمع والبصر واللسان، وفيه الشم، وفيه أكثر حواس العبد. ومطلوب من العبد إذا كان يستحي من الله أن يحفظ جميع الرأس وما حواه، أن يحفظ سمعه فلا يسمع به ما يسخط الله حياء من الله تعالى، وأن يحفظ بصره فلا ينظر إلى ما يغضب الله حياء من الله تبارك وتعالى، وأن يحفظ لسانه فلا يتكلم فيه بما يسخط الله حياء من الله تبارك وتعالى. ومن الحياء أن تحفظ البطن وما حوى، أي باطن الإنسان، ومن أعظم ما حواه البطن القلب، فقلبك عبد الله أعظم ما ينبغي أن تحقق فيه الحياء من الله، بل هو موطن الحياء ومنبع الحياء وأساس الحياء. وإذا تحقق في القلب الحياء من الله صلحت الجوارح كلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن تحقيق الحياء من الله تبارك وتعالى ألا يشتغل العبد بفتن الدنيا ومغرياتها وملهياتها عن طاعة المولى جل وعلا، بل يتذكر أنه سيلقى الله، وأنه سيغادر هذه الحياة، وأنه سيدرج يوما من الأيام في قبر وحيدا ليس معه إلا عمله الصالح. وأن تذكر الموت والبلى، إذا تذكرت أنك ستموت، وأنك ستبلى، وأنك ستقف أمام الله، وأن الله جل وعلا سيسألك عما قدمت في هذه الحياة، فكل هذه الأمور روافد عظيمة ودوافع كريمة لتحقيق الحياء من الله عز وجل. ويعينك على تحقيق الحياء أن يكون دائما نصب عينيك الدار الآخرة، وما أعد الله تبارك وتعالى فيها من نعيم أو عذاب. قال صلى الله عليه وسلم: ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. أن تكون مريدا بأعمالك وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، فيتحرك فيك أعمال صالحات وطاعات زاكيات وأخلاق فاضلات تستمر عليها في هذه الحياة. يقول عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.